إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن الإسهال، تعريف الإسهال. الإسهال مرض الإسهال هو اضطراب المزعج يصيب طبعا البالغين بمعدل 4 مرات في السنة، وتشتمل الأعراض على خروج براز رخو وسائل مصحوب غالبا بتقلصات بطنية. والإسهال يعني نوع من أنواع الأمراض الشائعة الموجودة في كل عند البشر كلهم. وأتمنى أنكم استفدتم من هذا التعريف في تعريف مرض الإسهال. كان معكم الباحث خالد من السعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.